اهلا فيكم يا جماعة، اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة بطور الكأس العالم. من ربح البرتغال كأس العالم، ممكن ما حضر الأول نروح يحضره، وبدنا اليوم نربح كأس العالم. اوكي، هلأ عنا المباراة الأخيرة ضد الأوروغواي. طبعا ما بيعرف نحنا لعبنا أول ماتشين بالبارت 1، روح يحضرهم قبل ما نحضر قبل ما نحضر هاي الحلقة. لازم نربح تنتهي. محدثكم فارس عوض سيكون معكم في تغطيات لمجريات هذه المباراة، ومباراة الجولة الأخيرة لدور المجموعات في المونديال القطري. البرتغال تواجه أوروغواي، هذه مباراة في كأس العالم مشاهدينا تحمل شعار المسابقة، وهذا أمر يعني الكثير بكل تأكيد. نعرف بأن أجواء هذا المونديال تختلف عن أجواء أي بطولة أخرى، وهذا ما يمنح للبطولة نكهة مميزة تجعلنا ننتظرها في كل 4 سنوات. تدخل ناجح على الكرة، لويس سواريز، الكرة كانت خطيرة وفرصة جميلة للتسجيل، لكن الرأسية لم تكن متقنة. روبن نيفيز، جواو كاستيلو، برناردو سيلفا، الدعم يصل الآن من اللاعبين. كريستيانو رونالدو لم يبعدها، وما زالت الخطورة قائمة. إيدينسون كافاني، يا سلام على التدخل بدون مشاكل. نيكولاس دي لا كروز، بنتانكور، فالفيردي، تبرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. روح ليا وروح روح روح نطح الكرة قبل أن تزداد الخطورة. يا زلمة دفاع الأوروغواي أسطوري. برونو فرنانديز لعند لياو، لياو حلوة 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 حلوة، عرضة عرضة عند برناردو سيلفا. رونالد أروخو، ديارا سكايتا، انتهى الشوط بتوقع 0-0 تعادل. يلا لازم نركز بالشوط الثاني، نعرف كيف بدنا نرجع نربح عليهم. يلا الحكم يعطي الافضليه لمصلحه المنتخب البرتغالي باستمراريه اللعب، يبعد الكره بعد هذا التدخل. يلا نفس، حلو حلو برناردو، رونالدو، لعب عند لياو. يلا حلو حلو رافائيل لياو، لا لوين ديارا سكايتا. يلا لويس سواريز، كارفاليو، لا رجع للحارس، رجعت لبيبي، عند كريستيانو، كريستيانو، رافائيل لياو، لياو 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 لياو، حلو كريس كريس كريس، لا يا كريستيانو يا دون. اللي بده اعمل اربح ميسي كأس العالم معنا انا مع كريستيانو، بس اذا بدكم تقولوا بالتعليقات انه بدكم اي فريق ربح كأس العالم. الله كونسلو، الله روبن نيفيس، رونالدو سيلفا، الله نيفيس، الله رونالدو. لا 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 وتخرج الى خارج الملعب، رمية تماس، اذا
نزل واضح المدرب مروان راح يدفع يونيز. بلاعب بديل من على دكة البدلاء. الآن بدل عبد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصف الأول. لا لا فرق لا تقدم لا في المباراة. داروين كيف نونيز ضيع يعني. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. هذا كريس فالفيردي برونو بنت الكور. دقيقتين كم حدود الضايع. روبن نيفيز. لا 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 وهذه هي صفر صفر. هذا من كأس العالم. تعلن عن ابتسام الفريقين لنقاط اللقاء. تعادل سلبي يعبر عن حال المباراة. قامت الأهداف. إن شاء الله نكون طلعنا من كأس العالم يا جماعة. بعد هذا التعادل يعني ما حرق ان هي من جد بارتو. بفارق نقطة واحدة عن كوريا الجنوبية. اوكي.